السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناة الأعزاء، أتمنى أن تكونون بخير وصحة وعافية، وجينا لكم فيديو جديد إن شاء الله ينال رضاكم. لكن قبل هذا لا تنسون الضغط واللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم أصدقائي. وبشيء آخر، أخبار تصفيات الآسيوي الحاسمة، انقسام آسيوي حول طريقة إقامة تصفيات الآسيوي المشتركة، حيث تؤيد دول العراق والصين، فيتنام، لبنان، عمان، سوريا إقامة التصفيات بنظام التجمع في دولة واحدة وبأي طريقة أو وقت. لكن هناك معارضة لنظام التجمع من قبل كل اليابان، كوريا، إيران، السعودية، الإمارات وأستراليا، إضافة للشركات الرعاية والإعلان، حيث يرفضون نظام التجمع ويطالبون بإقامة التصفيات بنظام الذهاب والإياب المعتادة. وأنتوا شنو رأيكم كجماعة عراقية، يطالبون نظام التجمع ولا الذهاب والإياب؟ وبسبب عدم صرف رواتبه المتأخرة كارتانيتش يتحول الإجراءات القانونية في محاولة للحصول على ما يصل من رواتب المتأخرة، والتي هي 6 أشهر التي لم يدفعها له الاتحاد العراقي. معقولة يا أخوان؟ وعلى ذمة قناة شباب سبورت، مدرب نادي العين السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل يصل إلى العاصمة العراقية بغداد لغرض التفاوض مع الهيئة التطبيعية لقيادة أحد المنتخبات الوطنية. برأيكم أي منتخب راح يقوده؟ الأولمبي والله عرفنا، ديسكوب، شو تقولون الشباب الناشئين لو الوطني؟ المدرب الدكتور صالح راضي وفي تصريح له صرح قال: تجربة المغتربين العراقيين تجربة فاشلة، ولم نشهد مغترب سوبر يقدم الإضافة للمنتخبات العراقية. إلا شوان طاهم مجال حتى يقدمون يبدعون ومقعدهم احتياط آخرهم هذا شوان. وكمل حديثة قال: تجربة اللاعبين المغتربين مشكلة كبيرة، ونحن أقحمنا نفسنا بدون الحاجة إليها. شلون بدون الحاجة إليها؟ صحيح عندنا لاعب محليين ولهم مميزاتهم، لكن جيب البناء الصحيح يا كابتن صالح، مو انت دكتور. ما ادري شو اقول لك بعد. وعن منتخب شباب العراق وفي تصريح لكابتنه عبد الرزاق قاسم الذي صرح قائلا ان هذا الجيل سيكون هو عماد للمستقبل، على شرط الصبر علينا قليلا. نحن قدمنا اداء جيد في البطولة العربية رغم ان الفريق لم يحظى بفترة اعداد كافية، ورغم صغر أعمال اللاعبين والدخول لمعترك البطولة دون أعداد مباريات ودية قوية كافية، لأن اللاعبين أظهروا شجاعة فائقة. الصحافة المصرية أكدت أننا أصغر منتخبات البطولة، ومع الوقت سنكسب الجودة وخبرة المباريات. وعماد محمد تعامل معنا تعامل أب مع أبناء، وانتظرونا في قادم البطولات، وأنا انتظركم يا عمي. وبسبب ما حدث مع اللاعب لاتسيو الإيطالي شوان سيروان مؤخرا، اللاعب كيفن يعقوب يعتذر عن تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي في الوقت الحالي، رغم أن اللاعب قد أبدى سابقا محاولاته كثيرة في تمثيل الكرة العراقية. يعني يا أخوان للأسف هذا ضياع واحد من أكبر مواهب العراق في المهجر، حيث سبق لكيفن أن مثل منتخبات السويد للناشئين والشباب في بطولة أمم أوروبا، وهسه مش شاف شيروان اللي صار وياه، الرجال قال لك احفظ ماي وجهي وما أجي، مع الأسف. وعلى اللاعب العراقي والمحترف في نادي مانشستر يونايتد زيدان أقبال، حيث صرح قال أنه قدم شكري وامتناني لكل الجماهير العراقية التي تدعمني وتساندني، وإن شاء الله سوف ألعب مع المنتخب الشباب في البطولة القادمة.